مريم، فقرة فتى الأحلام، نعطيك كل مرة مجموعة من التصاور وأنت تحاول تختار شكون الشخص اللي أقرب أنه يكون فتى أحلامك. فتى الأحلام زوج لنين، ألور نضال السعدي، مروان العريان. مروان خدمت معاه، مروان خدمت معاه زوز مسلسلات اللي هما حكاية تونسية واللي هما نوبة. مو سيتي ان بارتنير في المسلسل، دونك وكان زوجي في المسلسل، دونك نختار نضال سعدي. نضال السعدي. جنجود. نختار جنجون. تختار جنجون. جنجون. نحب حيلة ونحب غنيته جنجون، ونحسه عنده طبع بروبر لوي، معناتها جيم بيان. باهي جنجون. عزيز باي. زيزو نحبه برشا. عزيز، عزيز نحبه برشا على خاطر زيدا سيتي مون بارتنير في تاج الحاضرة، وصديقي برشا في الدنيا، ومحلاه وطبيعته باهية وقلبه باهي وكل شيء عسل، حلاوات برشا، ونوجه له تحية كبيرة ياسر. دونك باسكو كان راجلي البي في تاج الحاضرة، دونك جنجون. جنجون. أمين بن صالح. جنجون. جنجون. مالك الجزيري. مالك جزيري. مالك جزيري. اي انا في البارتنير الحقيقه من اهم الحاجات انه يكون سبورتيف. مرتضى، نعرف سبورتيف ولا لا مرتضى؟ غنيته هذيك نحبها زيدا. رايده. رايده. مالك الجزيري. مالك الجزيري. سمير الوافي. سمير. سمير. سمير نحبه برشا. سمير صديقي وعشرة طويلة، المشكس اللذيذ سمير، وعنده قلم محليه ونقرأ له، ونحبه برشا، نوجه له تحية. أهلا وسهلا. مالك جزيري. مالك الجزيري. طارق معلوش. امبوسيبل. حتى طروقها صحاب برشا انا وياه. دونك مالك الجزيري. مالك الجزيري. اي نجيب بالقاضي. نجيب نتبع فيه زيدا، وعنده مواقف يعجبوني، ونشارك فيه في بعض المواقف الاخيره كلها تقريبا، ومخرج جيد جدا، وممثل جيد زيدا. نجيب القاضي. نجيب القاضي. اي شكون اخر؟ الياس الغربي. نجيب القاضي. نجيب القاضي. نجيب القاضي. كملوا مع علي الزيتوني. علي الزيتوني لعب ترجي سابقه. ما بيناتهم زوزة. انت ترجية؟ انا مش ياسر كورة، ما عند اصحابي كلهم اسبيرانتيست، دونك باش نقول لك هيكا. اجا نقول لك حاجة، ودولة الاسبيرانس زادة وكل شيء. علي الزيتوني ولا نجيب القاضي؟ شوف في البارتنير متاعي انا نحب العقل السليم في الجسم السليم. مش معناها معناتها نحب فكر وكرياتيفيتي وكل شيء، ونحب عبد اللي هو طاقه ايجابيه وشحنه وسبورتيف. خاطر ديما نقول سبورتيف مش معناها مش بركه يتعاطى الرياضه، معناها عنده ما إيش صحيح، عنده طول صبر، عرفتك اللي عنده كل اندفاع الحلو وذاك الكل. دونك علي الزيتوني. علي الزيتوني. هو الاخر. بربي
دونك فتى احلام مريم بن حسين هو علي الزيتوني. انا نمن اللي الحب ما يقف شيء معناتها بيان سور عاد ولا الوان ما عندها حتى علاقه ما عندها حتى قيمه. نعتبر اللي انا بالعكس يمكن تكون اون ريشيس تكون فما ثراء وكل. هو شوف الفايده في التوافق الروحي، الفايده في الانسجام، الفايده اللي زوز يعطيو لبعضهم وياخذوا من بعضهم حاجات باهيه باش تكون حياه محلاها.